والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. ماذا لديك حكمة؟ تفضلي. شكرا نهى، شكرا سحر، وهذه بالفعل وقفة رياضية. إلى جولة رياضية جديدة، والبداية مع كأس أمم أوروبا يورو 2020. تأهل المنتخب الدنماركي للدور الربع النهائي من بطولة أمم أوروبا يورو 2020، ذلك بعد الفوز على منتخب ويلز برباعية نظيفة ضمن منافسات دور 16. رباعية الدنمارك تكفل بها كاسبر دولبرغ نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي بواقع هدفين في الدقيقتين 27 والثمانية والأربعين، ذلك قبل أن يحرز جواكيم ماهيلي الهدف الثالث في الدقيقة 88، بينما اختتم مارتن براث وايت مهرجان أهداف الدنمارك في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. وضمن مباريات الدور نفسه تلتقي هولندا غدا مع تشيك، بينما يواجه المنتخب البلجيكي نظيره البرتغالي. تجرى الآن مباراة الأهلي وضيفه الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي من مسابقة دور أبطال أفريقيا، وسيلتقي المتأهل من هذه المباراة مع كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي والذي بلغ النهائي بدوره على حساب الوداد المغربي. اختتم فريق بيراميدز استعداداته لملاقاة الرجاء المغربي غدا في إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأعلن بيراميدز سلبية مسحة جميع لاعبيه قبل لقاء الغد، وكان الفريقان قد تعادلا دون أهداف في لقاء الذهاب على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم الأحد الماضي، ويحتاج بيراميدز للتعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة لبلوغ النهائي. إلى منافسات الدوري الممتاز، حيث تتواصل غدا مباريات الجولة 27، ويحل فريق البنك الأهلي ضيفا على طلائع الجيش، بينما يستضيف سموحة الإسماعيلي. حقق منتخب الناشئين فوزا عريضا على حساب نظيره الموريتاني برباعية مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما. الفوز هو الثالث على التوالي للفراعنة، لينجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة رافعا رصيده إلى 9 نقاط، محتلا صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه المنتخب الجزائري. ختام الجولة الرياضية، وعودة مرة أخرى إلى نهى وسحر. شكرا لك يا حكمة، سنعود إليك بعد قليل.